تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. نشاط يعني هو يعني واحد تقليد واحد العرف واحد فرجة اللي هي شعبية يعني عارفة تقريبا في مدينة تسنيد. الجديد اللي جات جمعية تسنيد دورات أنها حاولت رفقة الإخوة أن تجمع الشمل ديال هذه العائلة الكبيرة ديال الفنانين يعني مختلفة. هذا المهرجان هذا إذا كانت عنده سيميت شي ميزة هذه السنة هذه فهو أنه اشتغل بطاقا شبابي درجة الأولى كلهم من أبناء المدينة كل واحد يعني شوفوا يعني في المجال ديال التخصص ديالو له باع طويل في مجال التخصص ديالو كبار اشتغل وأعتقد أنه إذا شفتوا المدة الزمنية ديال الإعداد والمنتوج اللي غادي تقدم إن شاء الله بداية المنيا والجوعة غادي تشوفوا بأنه راه كل ما كانش المقاربة التشاركية واحد النفس تشاركي واحد النفس ديال الإشراك ما كانش هاد المهرجان غادي يوصل للمستوى اللي كنتمناو جميعا أنه يوصلوا والمستوى اللي غادي يظهر ابتداءً من الحفل ديال الافتتاح يوم الجمعة المقبل. الإشراك ديال يعني الشق اللي كيهمني أنا اللي هو العرض المسرحي ربما الموضوع العرض المسرحي كيتماشى مع يعني الهدف اللي بغينا نحققوه من خلال هذا المهرجان هذا ربما لم تلتفت يعني الاسم ديال العرض المسرحي هو كباري قدماوم اذا طرحنا سؤال يعني شنو هو المعنى ديال كباري قدماوم باش نبغينا نوصلوا بهذا العنوان هذا كباري قدماوم اختارينا حيت الاغلبيه يعني عندنا واحد النظرة نمطية اللي ما شاء الله أنه يعني واحد مجموعة من المنحرفين أو مجموعة من الشباب العاطلين أو ما ما شاء الله إحنا هزينا الصورة النمطية وحطيناها في العرض وحطينا العرض على أساس أنه الإحداث ديالو اللي دوزو في كباري ودمو يعني أنت كتجي في استعداد يعني تشوف شي إحداث ربما دابا هي النشط اللي كطيح في تيمان ديال المعشر ترسيخ المولد الثقافي أكيد أنه يعني التسخ ديالو أكيد أنه ماشي تنسخو على مستوى الكبار فقط بالعكس تنسخو بداية الصغار هاد يعني هاد الهم حاولنا يعني نسخو في أطفال على مستوى برنامج ديال الصبحية. الصبحية فيها مجموعة من المفاجآت كاين يعني كراكيز يعني كراكيز في إيم عشار كاين إيم عشار يعني برص مثلا الدري الصغير ما يجي بالليل اللي هو مثلا مستوى التربوي يعني الدري الصغير مثلا تيتفرج فيه مع شعر ممكن يخلق عنده واحد الخوف وهذا حنا بغينا نخلقوا واحد الفرجه ديال الطفل الطفل اللي فرجه ديال مع شعر يتفرج حتى هو في مع شعر ما نحرموهش ولكن بواحد الطريقه فكره بغيت نوصلها وما فهمها حتى واحد المهم دابا معنا ولاد البلاد اللي فيهم الغير على بلادهم يتساعدوا ويساعدونا في هذه الدورة الأولى ديال المهرجان وديجا الفكرة عندنا تجربة العام الفايت وما وصلتش فكرة مزيان المهم هذا العام إن شاء الله غتكون مفاجآت وغيكون إيم عشار بطريقة إبداعية وفيها بزاف الفنانة مبدعين مشاركين في هذه التظاهرة وإن شاء الله باختصار ان شاء الله تشوفوا بعينكم